بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأتباعه وعلينا وعلى مشايخنا وأساتذتنا وذوينا وأحبابنا وعلى مصنف الكتب التي نعلمها ونتعلمها وعلى سائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا. رب تمن بالخير والسعادة. والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. ثم مسألة خلافة الخلفاء الأربعة وذلك قول المصنف وخلافتهم على هذا الترتيب ذكره قبله ذكر المصنف قبله أن أفضل البشر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعده عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم بعده عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه، ثم علي بن المرتضى رضي الله عنه. فعلى هذا الترتيب خلافتهم، يعني خلافة هؤلاء الأربعة. في هذه المسألة خلاف للشيعة، فإذا رد عليهم ذكر المصنف هذه المسألة وخلافتهم. ما معنى الخلافة؟ أي نيابتهم عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في إقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم الاتباعه. هذا هو معنى الخلافة. يعني خلافة الخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الخلافة؟ نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالخليفة النائب الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. في أي شيء هذه النيابة؟ لا تكون النيابة في الرسالة والنبوة، لأن نبوته ورسالته اختتم بها هذه السلسلة، سلسلة الأنبياء والمرسلين. لذلك لا تكون النيابة في هذه في الرسالة والنبوة. ثم في أي شيء؟ يعني في إقامة الدين. فإذا لو كان الخليفة نائبا عن الرسول في إقامة الدين فماذا مقتضاه؟ هذا الذي قال بحيث يجب على كافة الأمم الاتباعه. إذا يجب على كافة الأمم اتباع الخلفاء ألا يخالفوا الخلفاء نعم في شيء من أمور الدين. هذا معنى الخلافة، خلافتهم على هذا الترتيب أيضا. يعني والذي سبق ترتيبهم في الفضل في الأفضلية والفضل والشرف، كذلك يعني هذا الترتيب معتبر في ترتيب خلافتهم. يعني أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، ثم لعمر رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا. يعني على هذا الترتيب. ما معناه؟ يعني كانوا مستحقين على هذا الترتيب، ليس كما يزعم الشيعة أن عليا كان أولى بالخلافة لكن وقع بدون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان بدون استحقاق منهم. لكن هذا معنى خلافتهم على هذا الترتيب، يعني كان أبو بكر يستحق الخلافة قبل عمر وعثمان وعلي، كان مستحقا لهذا الأمر لهذه النيابة. ثم بعد وفاته كان عمر مستحقا.
يعني خلافته كان حقا، هكذا وقع على هذا الترتيب. ليس هذا الكلام عن الوقوع بل عن الاستحقاق في هذا الأمر الخلافة، مع الوقوع ليس فيه خلاف. لم يقل أحد من المسلمين ولا من غير المسلمين أن أول الخليفة وقوعا علي أو عثمان أو عمر، لا، بل يعني كان أول وقوعا أبو بكر الصديق، وذلك الوقوع كان مع الاستحقاق. هذا هو معنى قول المسند. وذلك لماذا قال خلافتهم على هذا الترتيب؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم قد اجتمعوا يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة، يعني هم اجتمعوا هناك في سقيفة بني ساعدة اجتمعوا، واستقر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وأجمعوا على ذلك. فإذا صار هذا إجماعا، لو كان هذا إجماعا من الصحابة، إذن أولا كان هكذا مشاورة، كان هناك منازعة بينهم، هذا شيء من المشاورة، شيء من المشاورة أن يكون نزاع بين من يشارك في المشاورة، هكذا ثم النزاع في المشاورة ثم أخيرا اتفقوا وصاروا مجمعين. نعم، وتابعه علي رضي الله عنه على رؤوس الأشهاد بعد توقف كان منه. ثم بالنسبة إلى علي رضي الله عنه، هو ما كان حاضرا في هذه المشاورة، ثم بعد استقرار رأي صاحب الصحابة على هذا تأخر بيعته. فإذا العلماء ذكروا أسبابا كثيرة لتأخر بيعته، فأصح ما قيل في هذا الأمر أنه كان مشتغلا بخدمة سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها، وكان حزينا بحزنها على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ما كان يستطيع أن يصرف همه إلى أمر الخلافة، إلى أمر البيعة، إلى أمر المشاورة، هكذا كان مهموما، كان مشغولا بشغل آخر. هذا هو أصح التأويل، لكن هنا ذكره الطبرسي رحمه الله أن علي رضي الله عنه كان توقف قليلا ثم يعني بايع بيعة على رؤوس الأشهاد، فهذا القدر يكفي لاتفاقه، لو توقف أو لم يتوقف فلا بس، هذا لا ينقص خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وتوقفه نظير المنازعة الواقعة في المشاورة، يعني وقع نزاع فيما بين هؤلاء المشاورين، وقع نزاع، فهذا النزاع لا ينقص خلافته، بعد هذا النزاع اتفقوا. فإذا لو توقف وبعد توقفه أوافق فهذا القدر يكفي، ولو لم تكن الخلافة حقا له، ولو لم تكن الخلافة حقا له لما اتفق عليه الصحابة، ولا نازعه علي رضي الله عنه كما نازع معاوية رضي الله عنه، يعني هذا رد على دعوة الشيعة، هم قالوا إن الخلافة ما كانت حقا لأبي بكر رضي الله عنه، ولو لم تكن الخلافة حقا له لما اتفق الصحابة عليه الصحابة رضي الله عنه، يعني اتفاق الصحابة على خلافة أبي بكر دليل على أنه كان حقا للخلافة، ولا نازعه علي رضي الله عنه، لو لم تكن الخلافة حقا لأبي بكر رضي الله عنه كان ينازعه كما نازع معاوية رضي الله عنه، هو صحابي نازع، وذلك كان ينازع علي لكن لم ينازع، هذا دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه مستحق للخلافة، لذلك صار خليفة الأول. ثم ولا احتج عليهم،
كان علي ينازع وكذلك يحتج على الصحابة لو كان في حقه نص. الشيعة يدعو أن هناك نصا في خلافة علي، ردا عليه قال هذا لو كان نص في استحقاق علي الخلافة الأول الخلافة الأولى منصب الخليفة الأول، وليحتج بهذا النص على سائر الصحابة كما زعمت الشيعة هم يدعوا هكذا، لكن ليس نصا. وكيف يتصور في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتفاق على الباطل وترك العمل بالنص الوارد؟ هذا ردود قوية قوية ثابتة على دعوة الشيعة. إذن هم يعني ضللوا الصحابة، يعني هم يقولون اتفقت يعني مبتلى قولي اتفاق الصحابة على الباطل كذلك ترك عملهم بالنص عشاوك الله لا يتصور من الصحابة، يعني هؤلاء الصحابة ما قدروا الصحابة حق قدرهم، لذلك هذا القول. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه لما عيس من حياته دعا عثمان رضي الله عنه، يعني في آخر حياته حينما علم بقرب موته دعا عثمان رضي الله عنه فأملى عليه كتاب عهده لعمر رضي الله عنه، يعني أبو بكر رضي الله عنه علم أن المستحق للخلافة بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لذلك عهد إليه هذه الخلافة، لكن هو أملى هذا الكتاب على عثمان هو الذي كتبه. فلما كتب عثمان ختم الصحيفة وأخرجها إلى الناس وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة فبايعوا حتى مرت بعلي. فلما كتب عثمان ختم الصحيفة ثم أخرجها إلى الناس، من عثمان أخرجها إلى الناس بعد وفاة علي بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذا الإخراج، فأمرهم بأن يبايعوا لمن في الصحيفة، بايعوا حتى يعني الصحابة واحد 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 هكذا بايعوا، يعني أولي الأمر من الصحابة بايعوا مرت بعلي، ثم هذه الصحيفة مرت بعلي فقال بايعنا لمن كان فيها وإن كان عمر رضي الله تعالى عنه، يعني هو كأنه يعلم أن المكتوب اسم عمر لذلك صرح باسمه. ثم وبالجملة وقع الاتفاق على خلافته، ثم استشهد عمر رضي الله عنه وترك الخلافة شورى بين ستة من أولي الأمر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم جميعا، هكذا جعل الشورى بينهم، يعني هم يشاورون فيما بينهم يختارون واحدا منهم فقط. ثم فوضل الأمر ثم فوضل الأمر خمستهم إلى عبد الرحمن بن عوف، يعني هم اجتمعوا بعد استشهاد وفاة عمر رضي الله عنه اجتمعوا ففوضوا أمر الخلافة إلى عبد الرحمن بن عوف ورلوا بحكمه، فاختار عثمان فبايعه بمعذر من الصحابة، فبايعوه وانقادوا لأوامره ونواهيه وصلوا معه الجمعة والأعياد، وصلوا معه الجمعة والأعياد فكان إجماعا، يعني هناك في الشورى علي موجود وما خالف، بل هو أيضا ممن فضل الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف ورضي بحكمه، فاختار عثمان تم الأمر، يعني في هذه المراحل كلها موافقة علي ظاهرة واضحة. ثم استشهد يعني عثمان رضي الله عنه وترك الأمر مهملا، فاجتمع كبار المهاجرين والأنصار على علي رضي الله تعالى عنه والتمسوا منه قبول الخلافة وبايعوه
لما كان أفضل أهل عصره وأولاهم بالخلافة. لماذا التمسوا منه؟ لماذا بايعوه؟ لأنه كان أفضل عصره وأولاهم بالخلافة. لذلك فإذا هناك يعني أربعة أساليب لطرق لنسب الخليفة. أولا يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شاور أولي الأمر يعني أهل الحل واللقب واختاروا عهدا وبايعوا، ثم كان يعني هذا العهد من الخلافة من الخليفة، العهد من الخليفة إلى من يليه هكذا إلى من بعده هكذا العهد، وكتب العهد إما هكذا ثم يعني بعده الشورى. فإذا هؤلاء الستة المعينون أو يعني جماعة عينهم الخليفة يجتمعون ويشاورون، لا يجتمع معهم آخر، ولا يختارون واحدا خارجا من هؤلاء بل واحدا منهم فقط. ثم هذا أمر كان مهملا يعني كما كان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ اجتمعوا اختاروا هكذا. ثم وما بقى من المخالفات والمحاربات لم يكن من نزاع في خلافته، يعني هناك بقى مخالفات ومحاربات، مثلا أدى الأمر إلى استشهاد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هكذا، هذا ما كان نزاعا في خلافته بل عن خطر. ثم بعد ذلك في خلافة علي في مسألة يعني جميع عثمان رضي الله عنه وسائله جميع عثمان رضي الله عنه وقع خلاف فيما بين الصحابة هكذا، هذا ما كان نزاعا في خلافة خليفة منهم بل عن خطيب بالاجتهاد، يعني كلنا اجتهد في المسألة، فإذا بعض أخطاء في الاجتهاد وبعض أصاب هكذا وقع الخلاف فيما بينهم. وما وقع من الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة في هذه المسألة وادعاء كل من الفريقين النص في باب الإمامة وإيراد الأسئلة والأجوبة من الجانبين فمذكور في المطولات. نعم. فهذا يعني ما ذكرنا في ترتيب خلافتهم وأقوى أدلة في هذا الباب. ثم هناك في النصوص إشارات إلى استحقاق الخلافة علي أبي بكر رضي الله عنه. أما النص كما يقول الشيعة هذا كذب وافتراء، ليس هناك نص. ثم والخلافة 30 سنة ثم بعدها ملك وإمارة. فإذا هذه هي الخلافة 30 سنة، خلافة يعني الخلافة الراشدة، يكون الخليفة راشدا يحكم برشد يقيم الدين برشد، وهذا لا يعني أنه لا يكون بعده شيء من الرشد، بل معناه أن هذه 30 سنة يكون على رشد وبعده يكون رشد نادرا ويكون غالبا الملك والإمارة. ثم لقوله عليه السلام الخلافة بعد 30 سنة ثم تصير ملكا عذوبا، عذوبا يعني يعل بعضهم بعضا، معناه يريد كل أن يتغلب على آخر لأجل الحكم والسلطنة هكذا. وقد استشهد علي رضي الله عنه على الرأس 30 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعاوية رضي الله عنه ومن بعده لا يكونون خلفاء بل كانوا ملوكا وأمراء، يعني كان هناك فراغ قليل 6 أشهر، فهذا تولى حسن بن علي رضي الله عنه بعد ذلك بمضي 6 أشهر هو ترك الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وهذا كان تحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
الخلافة 30 سنة، يعني لخلافة حسن رضي الله عنه تم 30 سنة للخلافة، وبعد ذلك خلافة معاوية هو نازعه، نازع حسن رضي الله تعالى عنه، فإذا كان هذا اجتهاد منه، يعني هو يعني اجتهد وأدى اجتهاده إلى أنه مستحق، ليس الحسن مستحقا، فإذا نازعه، ليس في نزاعه عيب ولا عتاب، لأنه أدى إليه اجتهاده. أما سائر الصحابة اجتهدوا ووجدوا وكانت نتيجة اجتهادهم أن الحسن أولى بالإمامة والخلافة، لذلك بايعوه. ثم عندما نازع معاوية أراد حسن رضي الله عنه الصلح، لذلك ترك الخلافة لمعاوية. نعم. فإذا يكون هناك خلافة المفصول، كلاهما مستحقان، مع أن أكثر الصحابة رأوا أن الحسن أحق وأفضل، معاوية مفضول، فإذا هناك خلافة المفضول مع استحقاقه لا بأس، يعني هذا معاوية ومن بعده لا يكونون خلفاء، معناه لا يستحقون هذا المدح. رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح الخلفاء بالرشد أو بتمام الرشد لهؤلاء الخلفاء الذين يحكمون 30 سنة، فهذا 4 أو 5 سنة، عادة يقال 4 لقلة مدة حكم حسن رضي الله عنه. فإذا لا يدخل من بعده في هذا المدح، نعم، فهذا مشكل، لأن أهل الحل والنقد من الأمة قد كانوا متفقين على خلافة الخلفاء العباسية، وبعد المروانية كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مثلا، منهم يطلقون اسم الخلافة على الخلفاء العباسية، كذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وكان مجتهدا تقيا ورئا هكذا، يعني رجلا صالحا مع ذلك حاكما أيضا، فإذا هو من كان متصفا بالخلافة، ومع ذلك هذا مشكل، فماذا هو الجواب؟ ولعل المراد أن الخلافة الكاملة التي لا يشوبها شيء من المخالفة وميل عن المتابعة كان تكون 30 سنة. نعم، هذا هو التغيير الصحيح، الخلافة الراشدة. فإذا تمام الرشد في الخلافة وفي إقامة الدين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في هذه 30 سنة فقط، وبعده يكون ميلا إلى يعني بعض الجوانب، نعم، يكون منهم بعض العيوب وبعض النقصان هكذا. وميل عن المتابعة تكون 30 سنة، وبعدها قد يكون وقد لا يكون، نعم، وبعده قد يكون وقد لا يكون، نعم. الإمام السيوطي رحمه الله كتب كتاب تاريخ الخلفاء، فإذا هو عدى، الإمام السيوطي عدى هؤلاء، يعني الخلفاء العباسية والمراوينة كلهم خليفة خليفة خليفة، على هذا الاعتبار. ثم الإجماع على أن نسب الإمام واجب، وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله تعالى أو على الخلق بدليل سمعي أو عقلي. نسب الإمام واجب، الإمام يعني هكذا خليفة يقيم الدين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجب على الأمة جمعاء اتباعه. فإذا هذا الإمام أو الخليفة لا يكون في ناحية ولا يكون في بلد ولا يكون في مدينة، بل يكون في جميع العالم، يكون يجب على جميع الأمة اتباع هذا الواحد، هذا الواحد هو الخليفة، كما كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك كان يعني الخلفاء المراوينة، عمر بن عبد العزيز في زمنه ما كان خليفة أخرى بل هو فقط، ثم يكون تحتهم يعني نواب عن هذه الخليفة، عامل والي هكذا، يعني يكون في مدينة نائب عنه فقط.
هذا نسب الإمام الواجب، ثم هناك خلاف كيف صار هذا واجبا، إنما الخلاف في أنه هل يجب على الله تعالى أو على الخلق. لو كان واجبا على الخلق هل هو بدليل سمعي أو عقلي؟ هكذا ترى ثلاثة آراء، بل قال أن يعني نسب الإمام واجب على الله تعالى، إذن هو ينسب واحدا واحدا هكذا. نعم. ثم قول آخر، هذا واجب على الخلق، على المسلمين، المسلمين يعني على أهل الحل والعقد من المسلمين. نعم. هذا هل هو الوجوب بدليل سمعي أو عقلي هكذا خلاف. والمذهب هكذا ثلاثة آراء، والمذهب يعني الراجح أنه يجب على الخلق سمعا ليس عقلا، لقوله عليه السلام: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لماذا لم يعرف؟ لأنه ما كان في زمنه إمام. نعم. فإذا هذا يقتضي أنه يجب على الأمة، على الخلق، على المسلمين نسب الإمام. ثم ولأن الأمة قد جعلوا أهم المهمات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نسب الإمام، جعلوا أهم المهمات مات نسب الإمام، مات هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فور ذلك هم يعني شاوروا وعينوا خليفة. قد قدموه على حتى قدموه على الدفن. نعم. بعد نسب الإمام شيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنوه، وكذا بعد موت كل إمام هكذا كان. بعد وفاة الصديق الأكبر ماذا فعلوا؟ ماذا جعلوا أهم المهمات؟ نسب الإمام. نعم. فإذا بايعوا عمر رضي الله عنه ثم شيعوا أبا بكر رضي الله عنه، كذلك بعد وفاة الشهادي عمر عثمان هكذا. بعد قبل دفنهم، قبل تشييع الجنازة هم جعلوا هذا، لو لم يكن واجبا لا يسارعون إلى هذا. نعم. هذه المصارعة وهذا التقديم على دفنهم يدل على أنه واجب، ولأن كثيرا من الواجبات الشرعية يتوقف عليه، يدل ذلك ما يتوقف الواجب عليه وهو واجب أيضا، كما أشار إليه بقوله: والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقاهر المتقلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والأعياد وقطع المنازعات الواقعة بين العباد وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم وقسمة الغنائم ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها أحد الأمة. نعم. إذن هذا المسلم لا بد له من الإمام، يعني نسب الإمام واجب. ثم ماذا مهمته وماذا وظيفة الخليفة؟ هذا الذي قال، ما وظيفة الإمام؟ هذا تنفيذ أحكام المسلمين، إقامة الحدود يعني حد مثلا القصاص، حد الزنا، حد الشرب هكذا، إقامة الحدود، سد الصغور يعني هذا حدود البلد، حدود بلاد المسلمين، يسد يعني يحفظ هذا كيف بإقامة الجيش هناك، وتجهيز الجيوش إلى بلاد الأعداء، وأخذ صدقات المسلمين، ثم هذا قسمة الصدقات هكذا، وقاهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق، ممكن يكون بعد الفجرة يتغلب على آخر فيأخذ ماله يظلمه هكذا، كذلك يكون اللص فيما بين المسلمين، كذلك يكون قطاع الطريق فإذا يقهرهم جميعا، هذا من وظيفة الإمام، يعني هذا تأكيد حفل الأمة، تأكيد حفل الأمة من أموره هذا، قهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق، كذلك إقامة الجمع والأعياد. نعم. هذا على المذهب الحنفي. عندهم يشترط لإقامة الجمع والأعياد
أيدنا الحاكم. نعم، ما عند الشافعية هذا ليس بواجب، يعني الإذن ليس بواجب. ثم وقعت المنازعات الواقعة بين العباد، يكون بينهم منازعات ومخالفات، فإذا يختار ويحل مشكلاتهم هكذا. ثم قبول الشهادات القائمة على الحقوق، بناء على هذه الشهادات يؤتي صاحب الحق حقه هكذا. ثم تزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم، نعم، وقسمة الغنائم ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها أحد الأمة. هذه الأمور لا يتولاها أحد الأمة، لا يمكن، لا يستطيع، فإذا يتولاها الخليفة. فإن قيل لما لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كل ناحية، ومن أين يجب نسب من له الرياسة العامة؟ يعني فيما سبق ذكر الإمام والشارح، لا بد للمسلمين من إمام، فإذا لجميع المسلمين من أنحاء العالم إمام واحد. ثم فهذا هو ثاني الواجب. فإذا لماذا لا يكفي الاكتفاء، لماذا لا يكفي ذو شوكة في كل ناحية؟ يعني في الهند إماما، في السعودية إماما، في الإمارات إماما، أو في الجزيرة العربية إماما، في ماليزيا إماما، في أفريقيا إماما، هكذا لا يكفي، أو في آسيا إماما، في أفريقيا إماما، في أوروبا إماما، هكذا، يعني في سبع القارات سبع من الأئمة، أليس يكفي؟ لا يكفي. فإذا ما هو الدليل عليه؟ من أين يجب نسب من له الرياسة العامة؟ عامة تعم الرياسة التي تعم شؤون جميع المسلمين. قلنا لأنه يؤدي إلى منازعات ومخاصمات مفلية إلى اختلال أمر الدين والدنيا كما يشاهد في زمننا هذا. هذا يؤدي إلى منازعات. لماذا وجب نسب الإمام؟ لقطع المنازعات. لو كان نسب الإمام هكذا في كل ناحية، الإمام إمام إمام، حاكم حاكم، هذا يؤدي إلى منازعات أكثر، مخاصمات أكثر، تفضي إلى أين؟ تؤدي إلى أين؟ إلى اختلال أمر الدين والدنيا. هذا مشاهد في زماننا. هو قال فإن قيل فليكتفى بذي شوكة له الرياسة العامة إماما كان أو غير إمام، فإن انتظام الأمر يحصل بذلك كما في عهد الأتراك. في عهد الأتراك يعني ما كان إمام، هذا يعني يكفي ذو شوكة فقط. هناك بين الفقهاء شروط هذا الإمام، فإذا ينبغي أن يكون هذا الواحد الذي ينصب إماما مستوفيا لتلك الشروط، فإذا هذا إشكال على تلك الشروط. من هذه الشروط أن يكون قرشيا كما ثبت في الحديث. فإذا قلنا نعم يحصل بعض النظام في أمر الدنيا، ولكن يختل أمر الدين، وهو المقصود الأهم والعمدة العلماء، لذلك لا يكفي مجرد ذو شوكة. فإن قيل فعلى ما ذكر من أن مدة الخلافة 30 سنة، يكون الزمان بعد الخلفاء الراشدين خاليا عن الإمام، فتعسل الأمة كلهم وتكون ميتتهم ميتة جاهلية. نعم، قلنا قد سبق أن المراد الخلافة الكاملة ولو سلم، فلعل بعدها دور الخلافة ينقضي دون دور الإمامة. دور الخلافة ينقضي ب30 سنة، وبعده يكون دور الإمامة فقط، بناء على أن الإمام أعم من الخليفة. فإذا إما يفرق هكذا، فإذا لا يكون هناك ميتة جاهلية، وكذلك لا يكون خلو عن الإمام، أعم على أن الإمام أعم. لكن هذا الإصلاح مما لم نجده للقومين بل من الشيعة، من يزعم أن الخليفة أعم، هذا على العكس، الإمام أخص عندهم الخليفة أعم. لكن هذا الاصطلاح الذي ذكر سابقا جوابا لهذا الإيراد والإشكال
على اللفظ يعني إمام أعم خليفة أخص، ولهذا يقولون بخلافة الأئمة الثلاثة دون إمامتهم. الشيعة يقولون بخلافة الأئمة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لا يقولون بإمامتهم. فأما بعد الخلفاء العباسية فالأمر مشكل، يعني بعد الخلافة العباسية لم يكن هكذا إمام لجميع المسلمين، فالأمر مشكل، يعني هذا الإيراد يبقى على حاله بدون جواب. ما هو بعد الخلافة العباسية يكون الزمان خاليا عن الإمام، فتعسل الأمة وتكون ميتتهم ميتة جاهلية. لكن أهل الحل والعقد يجب عليهم هذا الأمر. وبعد الخلافة العباسية هم كانوا معذورين كما ذكر الطبراني رحمه الله، بين هذه المسألة في شرح المقاصد وقال هكذا، بعده كانوا معذورين. لماذا؟ أهل الحل والعقد ما كان لهم شوكة أو ما كان لهم إمكان لنسب الإمام بسبب كثرة المخالفات والمنازعات الواقعة في الإمام، لم يتيسر لهم، لذلك تركوا هذا الأمر، يعني أمر السياسة، هذا يعني من أمر السياسة. ثم هم يعني اهتموا بأمور نشر هذا الدين، أمور أمر الدعوة، هكذا هم يعني اشتغلوا بشغل آخر، فهذا الأمر تركوا لهؤلاء يعني أهل الملك والعلوم، أهل الملك والعلوم تركوا هذا الأمر، يعني ما استطاعوا، لذلك صاروا معذورين. هكذا أجابنا. ثم بعده رد على بعض اعتقاد الشيعة على قول المسنة، ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا لا مخفيا ولا مبتلرا. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أنت أعلم به منا، عند المقدم وعند المؤخر، لا إله إلا أنت، بسم الله الرحمن الرحيم. العسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.